هو نقص الثمن بزاف، نقص الثمن بشي 500 درهم تقريبا للبهيمة، وموجودة البهيمة، باقي البهيمة عطا الله الخير تبارك الله. اللي ما شراها غيشري، اللي ما شراها تاع اليوم غيشري رخيصة، عطا الله الخير تبارك الله، رخيصة البهيمة اليوم. كنطلب فيه 80 دابا، وليت كنطلب فيها 60 62 64، عارف داكشي اللي كنطلب فيه. كنمشي للبطار اللي جا البركة. دابا خو السوق كيقربوا للسواق اللي قراب ليهم دابا، كل سوق دابا كيمشي دابا شي 10 كيلومتر ولا 20 كيوقف شي سوق. كيبيع شي شوية عاوتاني، كاع الساعة عاوتاني كيمشي لسوق آخر. يبيع عاوتاني إلا بان ليه شي حاجة تبقى تجي شي حاجة ويديها للدار وصافي يزيد عند ولادو. خافوا راه العام اللي عام اللي فات راه تقداو في الآخر بالغلا، داكشي علاش شراو قبل. هو هذا العام رخيصة البعيد تبارك الله في الآخر. الله الخير تبارك الله. والناس اللي عندهم البيمات راه كيشدوا شويه في الثمن، انت يا حيد راه سيروا عليهم كاين العلف راه غالي شويه. ايوا والناس كيتسناو حتى لافان ديالها. اي دابا من توصل 12 هكاك الجوج غنمشيو الناس، كاين اللي ساكنين بعيد، كاين اللي جاي انت من الزلال ولا جاو هنا كادير هنا. يا حيت راه كاين الناس سيروا الناس على الباين، فهمتي ما يقدرش يخلي لك الباين خاسر فيهم فلوس، خير ردهم. خاصة فيهم فلوس راه هادشي صاير عام انت كسب داك الشيء بقا تعلف فيه ضروري ضروري. الناس دابا كتعوض واه النهار، اما حنا راه عام وحنا خرج داك الشيء دخلو مقي عطيه ما ياكل فهمتي كتصرف عليه. ديري شوي الثمن شوية كاين 50 كاين 60 40 30 36 على حساب. السوق باقي ماشي ناقل انا زايد نعم عندي الناس شراو بالغلا ودابا تيباعوا بالخساره. دابا تيباعوا بالخساره. دابا انتم شريتوا البلاد بالغلا. واش درنا بالغلا وحنا كنبيعوا بالرخاء. دابا كاين والو لا يعني ما كاين والو حتى حنا راه خاسرين. راه دابا غنمشيو بحالنا صافي دابا راه كملنا صافي غنمشيو بحالنا. شحال الراس بعتي اليوم؟ شي 30 راس. واه شحال الثمن؟ اي كل واحد الثمن ديالو كاين 50 كاين 56 على حساب. نعم دابا دابا تحيدات فيها شي 10 شي 15 ريال 14 15 هذا كاين خساره ديال 15 كاين خساره. لا كاين خساره الناس مسكين الله يعاونهم وصافي. دابا تكون الخساره باش يلاه ايوا باش نمشيو بحالنا نعيدوا عند ولادنا. كاو فلاد وين تسكين مسكينه كاين تاني الحساب نس أركز نتني كا قاعد 28 27 أما سنة غدا ما حل البلاد أركز نتني فوق 1500 درهم أركز نتني إيه على وقتني كالسوق تسكر الحساب من السوق هو كان قال خيرا غير هذا ابن ما يتشكي ما يتحسب هكا نهار الكوره يقدر يدير السوق يتشكي هكا ثاني فاق على حساب الجهد نس الا ما كاسول يقضوا المعزي على حساب الوالد هكا السكان تكال حشت كان قالت الا ما كيعطى كاع ميسي كاع ديري وتوري صدارة هيا ويل حولين 80 70 والسان اللي زوارنا غير حتى ما راه تيتفون تاع حساب يتكر نهار الكوره باش هيا ويتقل الاغلبيه كان يسكر اوهو نفك يا بزومي غير خير غير اللي تسكر كان كيقات او خير هادي نزا هادي نوري نزا انا ويداد عليك سيف شكون كسبت ثلاثه هرنا كان كسب انا ماشي شناقن كان كاع خير.